شوارع مدينة الرباط تكتسي حلة جديدة، تطور كبير شهدته عاصمة الأنوار على مستوى البنيات الطرقية والمرافق العمومية. شارع النصر واحد من هذه الشوارع التي تزينت بالأضواء وباتت محط إقبال متزايد من طرف ساكنة المدينة. المهدي محيب وحمزة السايح. الشوارع في تعريفها العام مسالك طرقية تربط بين أحياء مدينة ما، لكن شوارع الرباط لا تقتصر على هذا التعريف فقط، بل أصبحت تستقطب زوارا جدد يعبرونها بسيارتهم للاستمتاع ليس إلا. شارع النصر انتصر بمقوماته ومؤهلاته الجديدة، مصابيح معلقة وأخرى تشع من الأرض، أضواء جعلت من رصيفه لوحة فنية زادتها الأشجار المنيرة سحرا وجمالا. صار انتباه ديالي صراحة هذا الشارع، وقلت الأخ ضروري ضروري ندوز منه. أضواء يعني كيشرح حتى النفس والصدر، كتسارى وانت انت مرتاح. هذا الشارع ديال شارع النصر اللي هو شارع زعما عنده تاريخ قديم في الحضارة ديال الرباط، حضارة المغرب، ولا من أزهى وأجمل يعني الشوارع ديال المملكة، خاصة في حلته الجديدة أعطى رونقان ومنظرا جميلا للعاصمه. جينا من فرنسا لاول مره زعما كندوزو من هاد الشارع، غزال ونقي كيحمق شارع غزال. في العاده تكون ارصفه الشوارع مكانا خاصا للمشي، ارصفه شوارع العاصمه تجاوزت هذا الدور، باتت فضاء جميلا يليق ويصلح لالتقاط صور الذكرى. هؤلاء الشباب يؤرخون هذه اللحظه بهواتفهم، استغنوا عن انارتها فالملامح بارزه بقوة إنارة الشارع. دابا الصيف هذا وبنادم كيعجبو يفوج ويخرج ويتسارى، وحنا جينا لرباط دابا حاليا تفاجئنا بهذا المنظر هذا وهذ الأضواء والشوارع كبار والمكان نظيف وأشجار واحد الشكل زوين. كما كنلاحظوا حنا جينا من مكناز زيارة هنا للرباط، وكنتفاجئوا بهذ المناظر اللي شفناها هنايا في الليل سيختو بالليل، هذ الأضواء وش أشكال ديال الأشجار الخلابة. الارتقاء بالبنيات التحتية للعاصمة وتطوير الإنارة العمومية ورش يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الحضارية للرباط. مدينة تجملت وتأنقت فتحولت فعلا إلى مدينة للأنوار.